بسم الله، والصلاة والسلام على من رفع سبطا له توفاه الله. سبط يعني الحفيد من البنت، ابن البنت يعني. ففاضت عيناه فقيل له: ما هذا يا رسول الله؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. طارق حسين البرنبولي بيسلم على حضراتكم وبيرحب بيكم وبيقول لكم صباح الخير للناس اللي بتتفرج علينا الصبح، ومساء الخير للناس اللي بتتفرج علينا بالليل، ومساء السعادة للناس اللي بتتفرج علينا في كل وقت. بيسعدني ان انا بكمل معاكم الانستراكشن كورس اوف اوفثالمولوجي، وخدنا الانترودكشن والامبريولوجي وخدنا الايليد. نبدأ بصورة التأمل. يا ترى انت شايف ايه؟ تأمل وشوف الصورة هتفكرك بإيه؟ في ناس الدموع اللي في الصورة فكرتهم بدموع الحزن، وناس فكرتهم بدموع الخوف من ربنا سبحانه وتعالى، وآخرين افتكروا دموع الفقراء اللي بيأكلوا من الزبالة ومحدش حاسس بيهم. بعضنا افتكر دموع التماسيح، الدموع الكاذبة اللي بيزرفها التمساح وهو يأكل ضحيته، وانت افتكرت دموع الندم لما الوقت بيعدي والامتحانات بتقرب واحنا لسه مذاكرناش كويس. الناحية التانية في ناس افتكرت دموع الفرح، دموع النجاح، دموع الإنجاز. دموع التكريم، دموع لقاء الأحباب. واللي بيفكر في درس النهاردة افتكر الدموع التيرس واللاكريميشن واللاكريمال سيستم. والنهاردة هيبقى الدرس بتاعنا عن السباكة. سباكة درس النهاردة عن نتكلم عن المية والحوض والحنفية والبلاعة. تخيلوا حضراتكم كده ان احنا بنتفرج على حوض، مية بتفتح الحنفية بتنزل المية تملى الحوض، وبعد كده تنزل من خلال البلاعة. طب تخيلوا حضراتكم لو فتحتوا انت المية على الآخر، الحوض هيتملي وهتطلع المية تقع بره. طب تخيلوا حضراتكم برضو ان انت قفلت المية وبقاش فيه ولا نقطة مية تطلع، الحوض هينشف ويشقق. طب لو تخيلوا حضراتكم ان البلاعة اتسدت وبقت كمية المية نازلة كتيرة، هتطلع بره الحوض وهتقع من كل ناحية. ده بالظبط الدرس اللي هناخده النهاردة، اللي هو درس اللاكريمال سيستم أو اللاكريمال أبريتس. المية هي الدموع، والحنفية هي اللاكريمال جلاند، والبلاعة هي الدرينج سيستم. تعالوا مع بعض نشوف هندرس إيه في اللاكريمال سيستم أو اللاكريمال أبريتس. إن شاء الله by the end of this lesson you will be able to describe anatomy of the lacrimal system, recognize clinical picture and treatment of acute and chronic dacroadenitis, evaluate swelling in the upper part of the orbit or swellings of lacrimal gland, recognize clinical picture and treatment of acute and chronic dacrocystitis, recognize clinical picture and treatment of congenital nasolacrimal duct obstruction, understand the difference between hypersecretion or oversecretion and epiphora. Evaluate cases presented with watery eye. لو قسمناهم مواضيع هيبقى عندنا الاناتومي والبريكورنيال تير فيلم، diseases of lacrimal gland, diseases of lacrimal passage, watering of the eye ودرينس of the eye. بالنسبة لزمايلنا اللي بيفكروا في الامتحان النظري من دلوقتي هنقول لهم accepted ان انت تشوف سؤال عن الاناتومي او البريكورنيال تير فيلم، النيزولاكرمال اوبستراكشن والداكروسيستيتس whether congenital or chronic، سؤال مشهور جدا causes and investigation of epiphora. زمان كانت dryness of the eye ما هو السؤال common، دلوقتي مع انتشاره زي ما هنعرف زاد في الفترة الاخرانية لأسباب كتيرة جدا، بقى السؤال في dryness of the eye ده سؤال common و expected.
ما تعيطش حضرتك لو دخلت امتحان الشفوي واتسألت في أي موضوع من موضوعات اللاكريمال سيستم أور لاكريمال أباريتس. اللاكريمال سيستم أور لاكريمال أباريتس هيبقوا مجموعة محاضرات أو مجموعة فيديوهات. في أول واحدة هنتكلم عن التيرز واللاكريمال أباريتس، ولو سألنا نفسنا يعني إيه لاكريمال أباريتس هنعرف إن لاكريمال أباريتس دي مكونة من كلمتين. نبدأ بأباريتس، وأباريتس زي الجهاز اللي انتوا شايفينه ده مفتوح قدامكم. الجهاز ده ليه مجموعة أجزاء كتيرة لها وظيفة واحدة، يبقى أباريتس is the number of structures or organs which act together in serving some particular function. طب ولاكريمال، كلمة لاكريمال يعني حاجة لها علاقة بالدموع، pertaining to the tears. والتيرز الأصل اللاتيني بتاعها لاكريمي، والأصل الجريجي بتاعها داكريا. يعني لما أقول كلمة لاكرم يبقى أنا قصدي أي حاجة لها علاقة بالدموع. برضو لما أقول داكرو، عشان كده عندنا بعد كده داكرو سيستيتس، داكرو أدينيتس، أي حاجة داكرو يعني أي حاجة لها علاقة بالدموع. والدموع هي الووتر سيكريشن أوف the lacrimal glands which serve to moisten and clean the conjunctiva and the outer surface of the eye. يبقى تعريف اللاكريمال أباريتس: a number of structures which act together in production, distribution and elimination of tears, or apparatus which secrete and drains tears. Tears اللي هي الwatery secretion of the lacrimal gland which serve to moisten and clean the ocular surface. والحقيقة علشان نعرف تفاصيل الفانكشن بتاع اللاكريمال التيرز واللاكريمال أباريتس نفتكر دايما الدموع. لما الدموع بتنزل، بتنزل لفين؟ أكيد بتنزل لتحت علشان الجرافيتي. نفتكر كلمة داون وناخد كل حرف من حروفهم فنفتكر فانكشن من التير. الدي ديفنس، التيرز one of the defense mechanism. والأو أوبتيكال فانكشن، التيرز ليها أوبتيكال فانكشن هنعرفها حالا مع بعض دلوقتي. والدبليو ووش، ميكانيكال ووش للأوتر سيرفيس أوف ذا آي. والإن نورشمنت. يبقى دول الأربع وظائف المهمين اللي احنا هنعرفهم حالا واحنا بنتكلم عن الفانكشن اوف ذا تيرز. وما تنسوش أهم وظيفة من وظائف التير وهي استدرار العطف. بدمعتين كتير جدا من المشاكل بتتحل، بدمعتين ممكن تستدر وتشحت مشاعر أو تشحت فلوس أو تقضي مصلحة. وسألوا حكيم زمان عن إيه هي أقوى القوة المائية على سطح الأرض، فقال هي دموع النساء. الدموع زيها زي أي سائل ربنا خلقه، ليه دورة ما بين البرودكشن والإليمينيشن. ربنا سبحانه وتعالى خلق المية بتنزل من السحب من السماء على الأرض والبحار والمحيطات، وبعدين تتبخر وترجع تاني تتكثف وتنزل من السحب على الأرض. دورة ما بين البرودكشن والإليمينيشن. نفس الكلام بالنسبة لنا، عندنا التيرز ماشية في اللاكريمال سيستم ما بين السكريتوري بارت وما بين الدرينيج بارت، بيبقى فيها برودكشن من السكريتوري بارت and this tear will be drained by the drainage system. يبقى اللاكريمال أباريتس بتاعنا كونسيست من اللاكريمال جلاندز، وخلي بالنا جلاندز ان هي مجموعه جلاند مش جلاند واحده بس، اللي هي السكريتوري بارت واللاكريمال باسج او الدرينج بارت. وزي ما شبهناه اللاكريمال جلاند هتبقى بالظبط زي الحنفيه اللي بتنزل الميه، والعين زي الحوض اللي بيبقى فيه يتملي بالميه، واللاكريمال باسج زي البلاعة اللي بتاخد المية لأوتسايد ده باثروم. طب تعالوا نتكلم عن السكريتوري بارت، وحنقول ان السكريتوري بارت بتكون من مين لاكريمال جلاند واسيسوري لاكريمال جلاند. المين لاكريمال جلاند اللي زي ما حضراتكم شايفينها في الصورة بيقولوا انها ريسبونسبل فور بيزك اند ريفليكس سكريشن. بيزك اللي هو كمية الدموع اللي موجودة دايما في عينينا، والريفلكس
لما بيحصل استيميوليشن للاكريمال جلاند تبتدي تزود كميه التيرز اللي بتحصل. في ناس بتقول الكلام ده انها ريسبونسبل عن البيزك والريفلكس سكريشن، وناس بتقول لا ده هي مسؤوله عن الريفلكس تيرنج بس، لان البيزك تيرنج مسؤوله عنه الاذر لاكريمال جلاندز. والدليل بتاعهم بيقولوا ان احنا لما بنشيل اللاكريمال جلاند بيفضل البيزك لاكريمال سكريشن موجود. اني هاو ده موضوع داوتفول. هنقول ان المين لاكريمال جلاند بتتكون من تو بارت، لارج اوربيتال بارت، ومن اسمه اوربيتال يبقى هيبقى موجود في الاوربت، وسمول بالبيبرال بارت وبرده من اسمه هيبقى موجود في الليد او في البالبيبري. هما سيباريتد الاثنين عن بعض بالابنروزس بتاع الليفيتور بالبيبري سوبيريورز. الاوربيتال بارت بتاع لاكريمال جلاند حجمها حجم اللوزه بالظبط. اللوز عارفين اللوز؟ اللوز حاجه زي الفول السوداني كده بياكلوه الناس اللي معاهم فلوس. تمام والله هو بس السوداني احلى. المهم ان اللوزه ديت موجوده فين؟ في اللاكريمال فوس. طبعا هي مش لوزه، هي الاوربيتال بارت اوف ذا لاكريمال جلاند. الفوسه دي موجوده في الابر anterior corner of the roof of the orbit. عشان نشوف اللاكريمال فوسا كويس ادي السكال، نقلب السكال كده عشان نعرف نشوف الفوسا. هي دي الحته ديت الدبريشن ديت هي اللاكريمال فوسا اللي موجوده فين؟ اللي موجوده في الروف اوف ذا اوربت. الاوربيتال بارت بتاع اللاكريمال جلاند has 10 to 12 duct that open into the upper part of the upper fornix. موجودة في الأبر بارت بتاع الأبر fornix، وهي ماشية في السكة بتعدي على البالبيبرال بارت of the lacrimal gland. الأوربيتال بارت لو حضرتك حاولت تشوفه مش هتعرف لأنه موجود في الروف the orbit، لو حاولت تحسه برضو مش هتقدر تحسه، يبقى normally neither visible nor palpable. البالبيبرال بارت هو الجزء الأصغر تقريبا 1/3 of the orbital part اللي هو الجزء الصغير دوت، من اسمه هيبقى موجود فين يا جماعة؟ هيبقى موجود في البالبيبري يعني في الليد، هو في الابر temporal part of the superior fornix. one or two loops ممكن يبقى one loop او two loops مع بعض situated upon the course of duct of the orbital part. يعني الاوربيتال بارت معدية، الدكتس بتاعت الاوربيتال بارت معدية من خلال البالبيبرال بارت. واحد يقول لي يعني انا لو شلت البالبيبرال بارت ايه اللي هيحصل؟ هقطع كل الدكت طبعا بتاعت الاير اوربيتال بارت بتاعت الاوربيتال بارت، وبالتالي مش هيبقى فيه سكريشن هيوصل للكونجنكتيف. حد يقول لي طب الحاله ديت او لما اقطع اما اشيل البالبيبرال بارت اوف لاكريمال جلاند ساعات يبقى عندي تيومر واضطر اشيلها، هيحصل العيان زيروزس لان مش عينه مش هيبقى فيها دموع؟ الحقيقه مش هيحصل زيروزس لان الاسيسوري لاكريمال جلاند هتبقى سفيشنت انها تعمل secretion the sufficient amount of tear that moisten the anterior surface of the globe. اقدر اشوفها لو قلت العيان بص داون اند ان وانا عامل inversion او elevation للابر ايليد. طب لما اجي احط ايدي عشان احسها مش هحسها لانها زي سبونجي ماتيريال مش هعرف احسها، يبقى maybe visible and not palpable. على عكس الاوربيتال بارت اللي هو ايه؟ neither visible nor palpable. دي كانت المين لاكريمال جلاند. طب الاسسوري او المساعدين، الاسسوري لاكريمال جلاند دي مايكروسكوبيك جلاندز. مايكروسكوبيك يعني ايه؟ يعني not cannot seen by naked eye. majority of the tears are produced by these accessory tears gland that located within the eyelid and conjunctiva. لما ناخد مقطع في الليد والكونجنكتيفا زي ما انتم شايفين كده هنلاقي حضراتكم الاسسوري جلاند او الجلاند هي الكراوس جلاند ديت، وبعد كده وولفرين جلاند اللي هي ديت، وبعد كده الجوبلت سيل اللي موجوده في الكونجنكتيفا، والموبوميان جلاند اللي موجوده في الترسس، واخيرا السبيشيس جلاند اوف زيس اللي موجوده في الليد. الكراوس جلاند دول من 40 في الابر فورنكس و8 في اللور فورنكس، لهم فاين داكت ذات اوبن ان ذا فورنيسس. الولفرين جلاند 5 glands in the upper border of the tarsus. والحقيقة موضوع مكانهم فين ده موضوع في debate.
لما اشوف مايكروسكوبيك ستراكشر اوف ذيس جلاند هلاقي المين والاسيسوري جلاند هيستولوجيكالي ذا سيم، هي عباره عن اكسوكراين تيوبولار سيريوس جلاند. انر سيكريتوري ايبيثيليوم وده كولونر ايبيثيليوم، واوتر فلات مايو ايبيثيليوم او كونتراكتايل ايبيثيليوم. يعني بيحصل سيكريشن بالكولومنر ايبيثيليوم دوت، وبعد كده يحصل كونتراكشن بالفلات مايو ايبيثيليوم عشان يطلع السيكريشن من خلال الدكت. والدكت يا جماعه لايند باي تو لاير اوف كولومنر ايبيثيليوم. البلاد سبلاي بتاع اللاكريمال جلاند عندنا الارتيريال سبلاي، وده بيجي من اللاكريمال ارتري اللي كلكم حضراتكم عارفين انه برانش من الاوفسالميك ارتري. اما الفينال درينج بيبقى فيا اللاكريمال فين. الليمفال درينج حضراتكم فاكرين الخط ده لما رسمناه في الليد وقلنا ان الابر اوتر بارت درين تو ذا بري اوريكولار ليمف نود، برضو اللاكريمال جلاند في نفس الحته دي اكيد شور ات ويل درين ليمفاتيكالي تو بري اوريكولار ليمف جلاند. الانرفيشن عندنا ثلاث انواع من الانرفيشن، باراسمباثيك وسمباثيك وسنسوري. الباراسمباثيك اللي هو السكريتوري، وده بيطلع من اللاكريمال نيوكلاس بتاعت الفيشر نيرف في البون، يمشي مع الفيشر نيرف، يمشي مع الجريتر سوبرفيشال بتروزال نيرف ذا برانش من الفيشل، يروح للتريجو بالاتاين او السفينو بالاتاين جانجلا، وهنا يحصل ريلي، وبعد كده يمشي مع اللاكريمال نيرف لغايه ما يوصل لللاكريمال جلاند. بالنسبه للفازوموتور او السمباثيك بيطلع من السبيرو سيرفايكال جانجليا، يمشي مع الديب بتروزال نيرف للتريجو بالاتاين جانجليا تو ذا لاكريمال جلاند. اما السنسيشن فبيجي عن طريق لاكريمال نيرف. يبقى عندنا 3 تايبس اوف انرفيشن: السنسوري عن طريق الترايجيمينال او الخامس، السكريتوري والباراسمباثيك او الباراسمباثيك بيبقى عن طريق السابع واللي هو الفيشيال، والسمباثيك جاي من السبيرو سيرفايكال جانجليا. الدرينج سيستم بتاع التيرز او الباثوي اللي بيمشي فيه التيرز عشان يخرج من العين للنوز زي ما انتم شايفينه بالظبط، تو بانكتايل وتو كانكلوراي وبعد كده ساك ونيزو لاكريمال داكت. تو بانكتايل اللي هم دول وتو كانكلوراي اللي هم الاثنين دول، لاكريمال ساك اللي هي ديت، والنيزو لاكريمال داكت اللي هي حضراتكم شايفينها دي. في بعض الناس بتعتبر الايليد من جزء من الدرينج سيستم بتاع التير علشان الشارب وستيريو بوردر والكونتراكشن اوفر بوكولاريس ماسل اللي موجوده جوه الليد بلاي ان امبورتانت رول ان تير درينج. واتيفر كانت الدرينج سيستم هي تو بانك تاي تو كانكلاي ساك ونزل اكرمال داكت بس ولا معهم ليد، تعالوا نشوف جزء جزء بيتكون من ايه. البانك تاي تو واحدة في الأبر وواحدة في اللور، situated near to the posterior border of the lid 6 mm from the inner canthus أو medial canthus، يبقى 6 mm lateral to the inner canthus. وفي ناس بتقول إن اللاكريمال بانكتاي ديت بتقسم الليد مارجن أو بتقسم الليد للاكريمال بارت وده سمول، وسيلري بارت أو الجزء اللي بيشيل الرموش ودوت لارج بارت. طبيعي حضراتكم تلاقي each bank tie situated upon slight elevation. شايفين الحتة دي عالية ازاي والحتة دي عالية ازاي؟ دي بسميها lacrimal papilla او ambulla. papilla يعني حلمة. وديت مهمة في ايه؟ لو حضراتكم البنك تاي مسدودة انا عاوز اعرف بفايبروزيس وعاوز اعرف مكان البنك تاي فين، هقول هبص فين الاليفيشن ده موجود، اكيد البنك تاي موجودة في الحتة دي، او اقيس 6 مليمتر من الميديال كانسس لغاية لما اوصل للمكان اللي فيه البنك تاي. normally it's patent all the time لان في fibrous ring at its opening، ونورمالي برضو not visible الا اذا حضرتك شديت الجفن شوية slightly خليت الليد slightly averted هتلاقي الايه اللاكريمال بنك تاي. كل واحد من حضراتكم يروح قدام المراية دلوقتي ويعمل slight inversion للليد هيلاقي اللور بانك تاي واضحة قدامه. الجزء الثاني
اللي هو اللاكريمال كانيلوكولاي. واكيد طبعا بدما عندنا تو بانكتاي يبقى هيبقى عندنا تو كانيلوكولاي، واحده فوق واحده تحت. وايتش اوف ذيم كونسيست اوف تو بارت، جزء فيرتيكال وجزء هوريزونتال. الفيرتيكال فوق في الابر بيطلع لفوق، والفيرتيكال في اللور بينزل لتحت، وبعد كده الجزء الهوريزونتال ده والجزء الهوريزونتال ده. الجزء الفيرتيكال 2 ملم اللونج، والجزء الهوريزونتال من 6 ل 7 ل 8 ملم حسب الكتب. هتلاقي كتب كتيره ناس كاتبه 6 ملم او 7 ملم او 8 ملم. طب بيفتحوا فين؟ بيفتحوا في اللاترال وول اوف ذا لاكريمال ساك. وهنا هنلاقي ديبيت. في ناس بتقول ان التو كانالوكلاي جوينت توجذر تو فورم كومن كانالوكلاس ذات اوبن اور انتر اللاترال وول اوف لاكريمال ساك. وفي ناس بتقول لا، ده الكومن ان كل واحده منهم تخش سيبريتلي في اللاترال وول بتاع اللاكريمال ساك. طب اللاكريمال ساك، طب يا ترى النيزو لاكريمال ساك موجوده فين؟ النيزو لاكريمال ساك موجوده في الميديال وول اللي بيتكون باللاكريمال بول في حته منخفضه اسمها اللاكريمال فوسا. لو جبنا السكال هتبصوا بقى حضراتكم، هنعمل فوكس كويس، هتلاقوا في الميديال وول في حته منخفضه، الحته المنخفضه دي اسمها اللاكريمال فوسا. حضرتك عاوز تحسها على نفسك سهله، حط ايدك في الكورنر، في الميديال كورنر، هتلاقي في كورد لايك ستراكشر، ده الليجمنت اللي موجود. زحلق ايدك بالراحه خالص، هتلاقي ايدك بتزحلق في ديبريشن. ديبريشن ده اوله شارب ايدج، ده الانتيرو سيرفيس او الانتيرو ايدج بتاع اللاكريمال فوس. حط ايدك كده حضرتك ودوس، تبقى انت كده دايس على اللاكريمال النيزو لاكريمال ساك اللي موجوده، اللاكريمال ساك اللي موجوده في اللاكريمال فوس. دي اللاكريمال بون اللي باللون الاحمر، ونبقى عارفين ان اللاكريمال ساك موجوده في اللاكريمال فوسة في الانتيريور بارت اوف ذا ميديال وول اوف ذا اوربت، ما بين الانتيريور لاكريمال كريست والبوستيريور لاكريمال كريست. ده البوستيريور لاكريمال كريست، ودي الانتيريور، وده الانتيريور لاكريمال كريست. يبقى اكيد اللاكريمال ساك هتبقى موجوده ايه في الحته دي. اللاكريمال ساك انكلوزد ان اللاكريمال فيشيا، وين ديستندد لما تبقى مليانه بالدموع بتبقى تقريبا من 6 في 12 او 5 ل 10 ملم. في بعض الناس بتقول انها ممكن تكبر كمان تبقى لغايه ايه 15 ملم. انتيرو ليها في الميديال بالبيبرال ليجمنت، ده الميديال بالبيبرال ليجمنت اهو. زي ما هنعرف الميديال بالبيبرال ليجمنت بيقسم الساك، الجزء الفوقاني ده الفندس، والريست ده بيبقى ايه البودي. طب ميديال ليها، ميديال فيها عندنا الاثمويدال اير سيلز والميدل تيرمينت اوف ذا نوز. نكبر الصوره شويه، ادي الساك اهي، ودي الاثمويدال اير سيلز، ودي الميدل تيرمينت اوف ذا نوز. زي ما قلنا الميديال بالبيبرال ليجمنت بيقسمها لفندس، جزء اللي فوق الميديال بالبيبرال ليجمنت والبودي، واخر جزء الكونكتد بالنيزو لاكريمال داكت هنسميه النك. يبقى الجزء اللي بعد كده النيزو لاكريمال داكت، وهي الداكت that carry the tears from the sac to the nose. تمشي فين؟ بتمشي في البونو، في البوني النيزو لاكريمال كانال اللي حضراتكم شايفينها، ده الاوبننج بتاعتها ايه، وده الدايركشن بتاعها. طولها 12 ل 18 ملم، وفي بعض الناس بتقول انها ممكن توصل لغايه 24 ملم. يهمني اعرف الدايركشن بتاعها، ويهمني اعرف الدايركشن بتاعها ليه؟ لان في عمليه بعد كده اسمها بروبينج. انا بدخل بروب انسترومنت يمشي في الايه، في النيزو لاكريمال داكت، وطبعا انا مش شايفها، فاذا ما كنتش عارف الدايركشن بتاعها مش همشي صح. اهم دايركشن تبقى عارفه انها نازله لتحت، شيء منطقي طبعا لانها نازله من النوز للمناخير، فهتبقى نازله لتحت دايركت داون وورد. بس لما تبصوا حضراتكم ليها تلاقوها دايركت داون وورد وطالعه لبره شويه سلايتلي لاترال، يبقى دايركت داون وورد ولاترال، دول الاثنين الرايت والليفت لو حطيناهم الاثنين مع بعض، directed downward and slightly lateral. ومنحط فيها بروب ونصورها بالاكس راي نلاحظ انها كمان slightly backward، ده داخل الورا جاي من قدام داخل الورا. يبقى الدايركشن بتاع النيزو لاكريمال داكت downward slightly backward and lateral. اوكي، تفتح فين؟
it open into the anterior part of the inferior meatus of the nose in the lateral nasal wall. The lateral nasal wall بتفتح نهوت فين؟ في الـ inferior meatus of the nose. في الحتة دي هيبقى فيها فالف اسمه هاسنر فالف. والهاسنر فالف دوت ليه أهمية؟ هنا هوت مطرح الأوبننج. الهاسنر فالف ده أهمية إنه يوني دايركشنال فالف، يعني بيمشي التير في اتجاه واحد بس من فوق لتحت، ويمنع الباك فلو اوف ذا تيرز. مهم جدا اعرف السيرفيس اناتومي بتاع النيزولاكريمال داكت طبعا، عشان وانا بعمل فيها بعمل لها بروبينج ابقى عارف انا بمشي صح ولا لا. هنقول ان السيرفيس اناتومي بتاع النيزولاكريمال داكت بيبدا من جاست ميديال تو ذا ميديال كانساس لغايه الجروف اللي ما بين الالانيزاي والتشيك. شايفين الجروف دوت؟ الجروف دوت حضراتكم الكونكشن اللي بين الاثنين دول يبقى نهايه النيزولاكريمال داكت. الميكروسكوبيك اناتومي بتاع اللاكريمال باسج او اللاكريمال دنينج بارت، لو بصينا على البنكتاي هنلاقيها زي السكين بالظبط، بتتغطى بستراتيفايد سكويمس ايبيثيليان ولكن مش كيراتينايزد زي الليد. والساك والداكت covered by two layer of columnar epithelium containing goblet cell. والسراوندينج connective tissue او اللي احنا بنسميه كورنيوم هنلاقي فيه venous plexus. وبالتالي هنسأل نفسنا لو الفينوس بليكسس دي congested اكيد هتكبر في الحجم وتضيق السبيس بتاع الداكت. النيرف سبلاي للدرينج بارت اوف لاكريمال سيستم هو الترايجيمينال نيرف، والبلاد سبلاي الارتريز البالبيبرال والانجولار والانفرا اوربيتال ارتريز، والفينس درينج عن طريق الانجولار والانفرا اوربيتال والنيزل فينز. اما الليمف درينج فاحنا عارفين ان الميديال لور بارت بيروح اوف ذا ليد بيروح للسبمانديبولار ليمف. نفس الكلام اللاكريمال سيستم باسج، اللاكريمال باسج موجودة في اللور ميديال بارت، عشان كده هتروح للسبمانديبولار ليمف نود. كده نبقى خلصنا اللاكريمال سيستم وعرفنا ان السكريتوري بارت هو المين لاكريمال جراند والاسيسوري لاكريمال جراند، والدرينج بارت هو تو بانكتاي تو كاناليكولاي وان لاكريمال ساك ان وان نيزو لاكريمال داكت in each eye. Elimination of tears. يا ترى التيرز اللي secreted باللاكريمال جلانز والاسيسوري لاكريمال جلانز الجسم هيتخلص منها ازاي؟ Elimination of the tear by two mechanism: evaporation اللي هو التبخر والconduction to the nose. جزء يتبخر وجزء يروح للنوز. الحقيقة normally the amount secreted just exceed what lost by evaporation، يعني يدوبك أكبر سنة صغيرة من الكمية التيرز اللي بتطلع في اللي بتروح في الإيفابوريشن. The remaining part دول passes to the nasolacrimal duct. يبقى هنقول إن اللاكريمال جلاند والأكسسوري لاكريمال جلاند بتدينا كمية دموع يدوبك أكتر شوية صغيرين من الحجم اللي بتبخر من الدموع، والباقي شوية صغيرين دول يروحوا عن طريق التير درينج للتير درينج داكت للنوز. الإيفابوريشن طول ما احنا صحيين، ليه؟ لأن واحنا نايمين عينينا بتتقفل، يبقى بالتالي مش هيحصل إيفابوريشن واحنا نايمين. إيفابوريشن ريسبونسبل على إليمينيشن أوف 25 to 50% أوف ذا تيرز، زي ما قلنا during الداي hours. During sleep الconduction to the nose هو المسؤول، وديورينج ووكينج اور مسؤول برضو عن 50-75% من الدرينج بتاع التير. عشان كده دايما بنسأل نفسنا سؤال، هو ليه الابيفرا get worse in winter؟ عارفين يعني ايه الابيفرا؟ هناخدها بالتفصيل، بس لما تخيلتوا حضراتكم ان النيزولاكريمال passage الباسج اللي من العين للنوز مقفول، الدموع هتروح فين؟ هتنزل هنا، ده بنسميها ابيفرا.
اكيد الابيفورا دي هتبقى ورش اسوأ فين؟ في الشتاء، علشان الايفابوريشن قليلة في الشتاء، الجو كله مشبع بالمية ودرجة الحرارة قليلة، علشان كده ايه الايفابوريشن قليلة، وبالتالي الابيفورا جيت ورس. نفس السؤال ممكن اقوله بصورة تانية، للابيفورا جيت بيتر ان سمر، يعني يقول لك انا بدمع في الشتاء بس، انما في الصيف ما عنديش مشكلة، عشان في الصيف الايفابوريشن بيزيد وبالتالي الابيفورا بتقل. على العكس في الصيف الناس اللي عندهم دراينس، الناس اللي عندهم كمية دموع قليلة، اكيد الدراينس دوت will get worse in summer، علشان الايفابوريشن بيزيد وبالتالي كمية الدموع اللي هي قليلة اصلا عنده بتبقى اقل في الصيف. طيب الدموع بتروح للنوز ازاي؟ ايه الميكانيزم اللي بتروح بيه؟ بصوا حضراتكم للصورة دي، ايه اللي جاب التير من هنا ومن الكونجنكتيفا من هنا علشان تنزل في النوز؟ اكيد في ميكانيزم. شايفين البلينكينج اللي بيحصل في الصور التانية ديت؟ عشان افكركم ان البلينكينج له دور مهم في الدرينج تو ذا نوز. لو بصيتوا حضراتكم على الانبوبة دي هتلاقوا المية، دي مجموعة انابيب محطوطة في مية متلونة زي ما انتوا شايفين. الانبوبة دي المية طلعت فيها حبة صغيرين، والانبوبة دي اكتر، والانبوبة الرفيعة دي خالص المية طلعت فيها لفوق. الخاصية دي احنا بنسميها الخاصية الشعرية او الكابيلاريتي. احنا عندنا التيرز passes to the punctum along the lid margin by capillarity، دي كأنها انبوبة شعرية صغيرة بيمشي فيها التيرز. 70% من التيرز بيمشي along the capillarity of the lower lid margin و 30% على upper lid margin. يبقى اول حاجة الكابيلاريتي دي، وبالتالي لو انا عندي نوتشنج هنا او عندي ديستورشن للشارب بوستيرور بوردر، الكابيلاريتي دي هتبقى ويل ديستوربد. او لو الليد بعد، سواء الابر ليد او اللور ليد از بولد اواي فروم ذا اي بول، ذا ليفل اوف ذا فلويد ويل سينك انتو ذا سوبيريور اور انفيريور فورنكس اند ذا اي ويل لوس اور ذا ليد مارجن ويل لوس اتس كابيلاريتي. طبيعي الدموع قدام العين على طول. طب هي لو الكورنيا مبلوله دايما بالدموع كميه كبيره هعرف اشوف كويس؟ اكيد مش هعرف اشوف كويس. عشان كده بقول under normal condition the tear fluids does not pour down over the surface of the cornea because this would interfere with the refraction of the eye. امال ايه اللي بيحصل عشان اوزع التيرز على الكورنيا؟ ربنا سبحانه وتعالى بيخلينا نعمل blinking الرمش periodically. This periodic blink will spread a thin film of tears across the cornea. يبقى كل ما بقفل عيني وبفتح عيني، الجفن الفوقاني بياخد thin film of tears ويفرده على الكورنيا. طب ايه اللي هيخلي، احنا خلاص وعرفنا وصلت انها بالكابيلاريتي لغايه البنكتاي من فوق ومن تحت، ايه اللي هيخليها تخش الساك؟ وايه اللي هيخليها تنزل من الساك للنوز؟ ان انا عندي لاكريمال بامب ميكانيزم، واللاكريمال بامب ده يعتمد على ان مره بيبقى عندي نيجاتيف بريشر في اللاكريمال ساك ومره بيبقى عندي بوزيتيف بريشر. النيجاتيف بريشر بيجي لما الجزء بتاع الاوربيكولاريس اللي هو اللاكريمال بارت اللي بنسميه الهورنر ماسل، اول ما الليد يتقفل تشد الاوربيكولاريس على الساك فتعمل لي نيجاتيف بريشر، واول ما الليد يتفتح يحصل ريلاكسيشن للاوربيكولاريس ويحصل كولابس ويحصل بوزيتيف بريشر. النيجاتيف بريشر ده هيشد التيرز من اللاكريمال من الكونجنكتيفا والبنكتاي والكاناليكولاي يدخلها الساك، واول ما يحصل ريلاكسيشن يحصل بوزيتيف بريشر وبالتالي الساك تفضى وتنزل للنيزولاكريمال داكت. الريلاكسيشن بتاع الهورنر مع النيجاتيف بريشر اللي بيحصل في النيزل كافيتي ديورينج انسبيريشن او اكسبيريشن انهيليشن زائد الجرافيتي، ده الفاكتورز اللي هتخلي الساك والنيزولاكريمال داكت يبقوا ايه؟ يفضوا. لما يوصل الفلويد للنوز هيلاقي في حركه للهواء دايما انسبيريشن واكسبيريشن، هيخلي شويه التير اللي يوصلوا للنوز يبقوا ايفابوريتد، ولو فضل حاجه منهم هتروح للنيزوفارينكس
الأوروفارينكس والواحد يبلعه زي ما بيبلع ريقه بالظبط. يبقى عشان نقول الخطوات: الكابيلاريتي، الشارب بوستيريور بوردر، أبر ولور، والكاري ذا تير تو ذا بانكتاي والكانيكولاي. اول ما نقفل الليد بتاعنا يحصل هنا نيجاتيف بريشر، ناخد الايه التيرز للساك. اول ما نفتح الليد يحصل عندنا ريلاكسيشن في الهورن المصر، فبوزيتيف بريشر في الساك يعمل امبتنج للايه للنيزو لاكريمال داكت. دي نفس الصوره حضراتكم هي هي عشان تشوفوا الخطوات اللي بتحصل في الدرينج. طيب نسال نفسنا سؤال: ليه يور فيجن از بليرد when you cry؟ ليه لما حضرتك بتعيط الفيجن بتاعك ايه بيبقى بليرد؟ اكيد لان في كميه دموع كبيره هتبقى موجوده في العين قدام الكورنيا، فعشان كده الكورنيا will not act probably at a sufficient length. يبقى exaggerated tear production at in crying causes the tear to flow across the cornea and the cornea stop to function at an efficient length. السؤال التاني اللي دايما بسأله لنفسنا: ليه we get a runny nose when we cry؟ Why do you get flu-like symptoms when you cry؟ أول ما تعيط يقول لك حد يقول لك أنت عندك انفلونزا، أو تلاقي واحدة بتعيط فتديها منديل عشان تمسح عينيها تلاقيها بتمسح مناخيرها لأن مناخيرها نزلت. أكيد لأن when we cry the clear fluid moves from the conjunctiva through the duct into the nose and so we get a runny nose. كويس احنا عرفنا ليه لما بنعيط مناخيرنا بتنزل، بس لغايه دلوقتي محدش عارف ليه لما بنضحك الريالتنا بتنزل او يحصل سلايفيشن. اكيد طبعا علشان ايه؟ عشان بنفتح بقنا. السؤال اللي دايما نساله: انت بتقدر تستطعم الاي دروب؟ واي كان يو تيست يور اي دروب؟ علشان الاي دروب الانت بتاعها هيبقى في الاوروفارينكس والنيزو فارينكس. في نقطه مهمه جدا، ان لما بتوصل التير للنيزل ميوكوزا بيبقى كمية التيرز اللي بتوصل حتى وإن كانت كمية صغيرة بتروح دايركت للسيركوليشن للسيستميك سيركوليشن. ونقول إن الدراج أبسوربشن ثرو ذا نيزل ميكوزا كان بي بروفاوند at this is the direct route to the circulatory system and skip the liver metabolism. ده كمان مش بتروح على الليفر، لو كانت مادة هتتكسر في الليفر، لا ده بتروح على طول على السيستميك سيركوليشن من غير ما تعدي على الليفر. ده معناه ان لو اي واحد بيحط قطرة وانا عايز القطرة دي تشتغل لوكال بس على قد العين، هتبقى تنزل في الدرينج باسج وتوصل للنيزل ميوكوزا، وبالتالي تروح تعمل لي سيستميك مانيفستيشن او سيستميك كومبليكيشن. عشان كده بنقول the eye drop can have impressive systemic side effect when absorbed through the nose. واللي مش مصدقني الناس اللي بتشم كوكايين ربنا يحفظكم، الكوكايين بيروح فين؟ بيروح directly على النيزل ميوكوزا to the systemic circulation. في ناس ساعات بتحب تسأل ايه علاقة البلينكينج مع التير درينج، واحنا عارفين ان البلينكينج هو السيمي اوتوماتيك رابيد كلوزنج اند اوبننج اوف ذا اي ليد. لما بنقفل ونفتح عينينا بنعمل ديستريبيوشن وسبريدنج للتير على السيرفيس بتاع الكونجنكتيفا والكورن. نمره 2، واحنا عينينا مفتوحه درينز اوف ذا تير باي كابيلاريتي ات ذا شارب بوستيرور مارجن. ده لما بنفتح عينينا. لما بنقفل الجفن يحصل رينكينج وكلوزنج في الكانريكولاي، وفي نفس الوقت ديستنشن اوف ذا ساك ذات برودوس نيجاتيف بريشر باي كونتراكشن اوف هورنر ماسل. نفتح عينينا مره تانية يحصل ديفليشن اوف ذا ساك بوزيتيف بريشر اند امتينج اوف ذا تير توورد ذا نوز، وبالتالي عندنا
المرحلة الأولانية اللي هي الديستريبيوشن اوف تيرز على الكورنيا والكونجنكتيفا، درينج اوف تير باي كابيلاريتي للبانكتاي، كلوزنج اوف ذا كانيكولاي ات ذا ديستنشن اوف ذا ساك، امتينج اوف ذا ساك تو ذا نيزولاكريمال داكت. شفتوا حضراتكم البلينكينج مهم ازاي؟ طب البلينكينج بيبقى لوست في الفيشيال بولسي. ليه؟ لانه الفيشيال نيرف هو المسؤول عن الاوربيكولاريس اكشن، وبالتالي هيحصل معاه ايبيفورا لسببين. اول سبب ان هيبقى عندي لاكريمال بامب فيلير، اول ما يحصل فيشيال بولسي بص لاقي العين بتدمع. تاني سبب ان الجفن بيبعد عن العين، والشارب بستير بوردر بيكام اواي فروم ذا جلوب، وبالتالي الكابيلاريتيز بتقل. الكلام ده مش بيحصل في الفيشيال بولس بس، كمان بيحصل في الاكتروبيون. يبقى الناس اللي عندها فيشيال نيرف بولسي او عندها اكتروبيون بيبقى عندها ايبيفورا. من ضمن الكومبليكيشن اللي ممكن تحصل مع الإبيفرا ان الدموع تنزل على الجلد دوت وتعمل فيها اكزيما. الاكزيما هتزود الفايبروزيس، والفايبروزيس هيشد الجفن فيزود الاكتروبيون، فالاكتروبيون يزود الإبيفرا، والإبيفرا تجيب اكزيما تاني وتزود الاكتروبيون، ويخش العيان في فيشيال سيركل. عشان كده حضراتكم وانتوا بتعالجوا العيان دوت لو حطيت له اوينتمنت هوت تحت الجفن بالشكل ده، هينزل الدموع على الاوينتمنت، هيتزحلق من فوق الاوينتمنت، وعمرها ما تعمل اكزيما. بص لاقي العيان الاكزيما بتقل، والاكتروبيوم بتقل، والابيفرا بتقل، وترجع له ايه؟ الفيشر سلك ديت اللي كانت موجوده. وقبل ما نخلص الموضوع بتاع التير درينج، بنسال نفسنا امتى دموعنا بتنساب؟ وين يور تيرز ويل اوفر فلو. الحقيقه دموعنا بتنساب في ثلاث حالات: when you cry او emotional tears، ده بيبقى excess secretion. when our eye is irritated، وده برضو excess secretion. واخر حاجة if the drainage get disturbed, narrowed or blocked by some causes. في بعض الناس بتحب تسأل يا ترى رواد الفضاء can cry in space؟ وطبعا اي واحد يقدر يعيط في اي حته، يعيط في البيت، في الحمام، في الفضاء، يعيط مش بمزاجه. ولكن الدموع هتروح فين واحنا عارفين ان في السبيس مفيش جرافيتي؟ التير just collect in a little pool and stick in his eye. لأ الدموع متجمعه كده كور كور قدام العين لان مفيش جرافيتي. اخر حاجه هنتكلم عليها البريكورنيال تير فيلم. واحنا قلنا ان الدموع هي الووتر سيكريشن اوف ذا لاكريمال جلاند ويتش سيرفز تو مويستن ذا اوكولار سيرفيس. الحقيقه الدموع ديت اللي هي بنفرزها تقريبا 16 نقطه في اليوم، يعني 1 ملليلتر بير داي، الريت اوف تشينج بتاعها 2 مايكروليتر بير مينتس. والدموع البي اتش بتاعها سلايتلي الكلاين. واهميه الكلام ده ايه؟ ان انا لو حط في العين العيان اي دروب لازم يكون البي اتش بتاعها سلايتلي الكلاين زي الدموع بالظبط. لو غيرت البي اتش هيحصل بيرنينج سنسيشن من القطرات. الدموع بتحتوي على سوديوم كلورايد، والسيكنس بتاعها من 7 لـ10 مايكرو. والحقيقه it is not a homogeneous single layer but actually it is a three successive layer forming precorneal tear film. التير فيلم دوت ده الفلويد فيلم that cover the cornea and conjunctiva. يعني التير بتتوزع على انها شيت خفيف كده مفرود فوق الكورنيا وفوق الكونجنكتيفا. لما ابص للشيت ده الاقيه 3 طبقات، ده كل اللايرز اللي فرد مفروده قدام كونجنكتيفا والكورنيا. لو خدت مقطع فيها هلاقي طبقه من جوه، وطبقه في الميدل، وطبقه من بره، اويل ووتر وميوكس. 3 طبقات اهي. الطبقه الاساسيه اللي هي ايه؟
ده هي طبقة أودر وفوقيها أو أوتر الأويلي لير وإنر من جوه الميكويد لير. يبقى عندنا البري كورنيال تير فيلم كونسيست أوف أوتر أويلي لير، ميدل إيكوس لير ودي أكتر لير، وإنر ميكويد لير. وتلاحظوا أن الميكويد لير بيخش بين الإبيسيليم أو الميكروفيلاي بتاعة الإبيسيليم بتاع الكورنيا والكونجنكتايفا زي ما أنتوا شايفين. الأوتر أويلي لير دي عبارة عن سبيسيال سكريشن فروم بوميان جلاند. الأكشن بتاعها to prevent overflow of tear and diminish its evaporation. شايفين السياج دوت مانع الناس انها تعدي الناحية التانية. نفس الكلام الاوتر اويل لير بتمنع الاوفرفلو اوف ذا تير وبتقلل evaporation. فاكرين لما ماما كانت بتعمل مخلل كانت بتحط المخلل وتحط فيه مية وملح وبعدين تيجي من فوق تحط زيت، الزيت هيقوم من فوق عشان يمنع الايفابوريشن. الاويلي لير ديت هذا هيدروفوبيك بروبرتيز. طب الطبقة التانية هي الميدل ووتري او الهيدروفيليك لير، ودي السكريشن من اللاكريمال جلاند والاكسسوري لاكريمال جلاند. واحنا قلنا قبل كده لو شلنا اللاكريمال جلاند الاساسية الاكسسوري هتقدر تقوم بالاكشن بتاعها. وظيفة الميدل ووتري لير هي to keep the cornea and conjunctiva moist. It has a nutritive function and has also a lubricant function. الانر ميوكويد لير ودي اخر طبقة ودي عبارة عن secretion from the goblet cell in the conjunctiva. Contains mucopolysaccharides والmucopolysaccharides بتغير الكاركتر بتاع الكورنيال ابيثيليوم سيرفيس. الكورنيال ابيثيليوم سيرفيس هو اساسا هيدروفوبيك. يعني ايه هيدروفوبيك؟ ما بيحبش الميه. فلو جينا حطينا عليه التير فيلم، التير فيلم مش هيقعد، هيقع كل شويه. علشان كده تيجي الميكويد لير تغطي السيرفيس بتاع الابيثيليوم كله، تحوله من هيدروفوبيك ما بيحبش الميه لهيدروفيليك، وبالتالي تقدر تقف الووتري لير عليه. عشان كده بنقول ان الانر ميكويد لير مينتين ستابيليتي اوف تير فيلم. لو هي مش موجوده التيرس هتقع على طول ويحصل لها بريك داون. طب يا ترى ايه الفانكشن اوف تيرس؟ احنا قلنا ان التيرس ليها اربعة فانكشن وبنفتكرهم بكلمة داون، لان التير بتنزل لتحت داون. فالدي والاو والدبليو والان، الدي ديفنس، الاو اوبتيكال فانكشن، الدبليو ووش، والان نورشمنت. ازاي التيرس ديفنس؟ التيرس هذا defense function by keeping the cornea and conjunctiva moist and clean. الكورنيا والكونجنكتيفا لو جفت مش هتبقى هيلسي، فلازم تفضل moist وفي نفس الوقت بتبقى clean. ده secretion بتاع اللاكريمال جلاند. واحنا قلنا لو عندنا تيومر في اللاكريمال جلاند وشلناه هتفضل برضو العين moist، لان الاسسوري لاكريمال جلاند والجوبلت سيل ار سفيشنت تو مويستن ذا كونجنكتيفا اند ذا كورنيا. بتحتفظ التيرز بالكورنيا والكونجنكتيفا كلين لان فيها لايزوزايمز واميونوجلوبلين، ميلي الاميونوجلوبلين اي. كمان بتعمل كونتينيوس ووش لاي فورين بودي بيخش الكونجنكتيفا، يبقى بروتكت ذا كورنيا فروم فورين بارتيكل. شايفين الطوب حضراتكم ده؟ الطوب لما بيتبني بيبقى فيه سبيسز بالشكل ده، وبعدين يجي الراجل يحط عليه طبقة محارة عشان يخليه سموس. طبقة المحارة دي التيرز بتشتغل زيها بالظبط لما بتعمل فيلينج للمينوت الريجولاريتيز اوف ذا كورنيال سيرفيس، وتحول الكورنيا لسموس اوبتيكال سيرفيس فور نورمال فيجن. وده الفانكشن بتاع الانر ميوسين لير. لو تخيلتوا حضراتكم ان ده السيرفس بتاع الابيثيليوم هتلاقيه الريجولر، هيجي البري كورنيال فيرم تيرز الميوكويد لاير بالذات تعمل سموثينج للسيرفس دوت. زي ما انتم شايفين حضراتكم اللاير دي كده اللي هي الميوكويد لاير بتعمل سموث اوبتيكال سيرفس ذات اسينشال فور نورمال
فيجن. الوظيفة الأخرانية هي النورشمنت، والتيرز is important for corneal metabolism and it supply the cornea by oxygen and by nutrient. طبعا ما ننساش الاموشنال تيرز اللي احنا بنبعت بيها رسائل للي حوالينا، سواء كانت دموع الفرح او دموع الحزن او دموع الندم. يا ترى حضراتكم تعتقدوا ان لدموع الندم فايدة؟ ها يا ترى لما بتعيط وانت ندمان على حاجة راحت منك كانش مفروض تروح منك، الدموع دي ليها فايدة؟ اكيد ليها فايدة لو افتكرنا المثل اللي بيقول cry, forgive, learn and move on. Let your tears water the seeds of your future happiness. ابكي عيط اغفر وتعلم، اهم حاجة تتعلم واهم حاجة تتحرك، ودع دموعك تروي بذور سعادة المستقبل. دموع الندم هيبقى ليها فايدة لو غيرت في حضرتك وتعلمت منها وتحركت علشان تبقى احسن. وبكده يبقى الحمد لله خلصنا اول جزء في اللاكريمال سيستم وعرفنا فيه الاناتومي والبريكورنيال تير فيلم. استناكم مره تانية ان شاء الله في الدرس الجديد اللي هنتكلم فيه عن ديزيزز اوف لاكريمال جلاند.